طبعا الآن الطقس عم يتغير، في سقعة، في برد، الشخص بيكون مثلا ببيئة يمكن الاي سي هواء سخن الى اخره بيظهر الى الخارج، او يمكن يصير في عندهم سعلة، يصير في عندهم حساسية، يصير في عندهم كذلك الامر مشاكل بالجهاز التنفسي، يمكن ربو الى اخره. في اشياء الحقيقة كتير بتساعد، مثلا اذا كان في حساسية الى اخره، هؤلاء الاشخاص فين ياخذوا منتج اسمه الاليوم سيبا، مصنوع من البصل، ملعقة صغيرة مع اي سائل يحب يشربوه مرتين باليوم. فين ياخذوا كذلك الامر السان فلاور، الصبغة الام اللي مصنوعة من ورق دوار الشمس والازهار قبل ما تفتح بدوار الشمس، كذلك الامر مرتين ثلاثة باليوم. فين ياخذوا البروبوليس اللي عم يعطي نتائج كتير ايجابية، اللي بيمنع الفيرال انفكشن، البكتيريال انفكشن، الفانكل انفكشن، وما إلى هذه المتممات الغذائيه، اي مساوئ جانبيه. اي شخص لو كان عم ياخذ اي دواء لاي مشكله طبيه، يعني اي دواء صيدلاني لاي مشكله طبيه بيعاني منها، في ياخذ هذه المتممات الغذائيه، فهو يعملها ببيته وما إلى اي مساوئ جانبيه.